السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ رجعنا لكم تاني مع عمرو شحاتة مستشار هجرة كندية من سيما Canadian Immigration Access، وهنتكلم النهاردة ان شاء الله على في الحلقة بتاعت دلوقتي على حاجة مهمة جدا جدا جدا، وهي متعلقة بخمس حاجات تعملهم لو انت درجاتك مش مساعداك ان انت تحصل على invitation to apply بالنسبة لاخر سحبة. هي اخر سحبة يا عمرو كانت ايه قبل ما اقول لك؟ اخر سحبة كانت من ديسمبر 2020 في الفيدرال سكيل وركر. اوكي، في الفيدرال سكيل وركر حوالي 472 لو انا مش غلطان. تمام، فيعني الموضوع ده من زمان، فانا من وجهه نظري يعني طبعا دي تنبؤات كده مش عارف هي صح ولا لا، بس يعني الموضوع هيرجع بشراسه لان في ناس تدربت كتير خلال الفتره اللي فاتت ديت وعملت شغل كتير، فانت محتاج تكون فعلا بتحسن الدرجات بتاعتك. الفيديو ده مفيد للناس اللي لسه بتقدم الاول او الناس اللي هي بيواجهتها صعوبات وحابه ان هي تزود الحاجات دي. اهلا وسهلا بيك يا عم. اهلا بيك. الحلقه دي انا شايفها تبقى مفيده جدا للناس كلها ان شاء الله، بس حابب انا افكرهم بس بالمسابقه بتاعتنا اللي كنا اعلنا عليها من حوالي 4 ايام، وهي متعلقه بمكتب بتاع عمرو عامل هديه قيمتها حوالي $100، عباره عن كونسلتنسي معاه فور فري، يعني انت مش بتدفع فلوسها ولا حاجه. كل اللي عليك تعمله ان انت بس هتبقى مشترك في القناه عندي على اليوتيوب وعامل شير للكلام دوت على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى الانستغرام وعند عمرو نفس الكلام، وبعد ان شاء الله يوم 10 هنبدا نعلن النتيجه بتاعتها باذن الله. فيلا بينا عمرو ندخل بقى كده في الفيديو. طيب هو توقعك مظبوط على فكره ان انت بعد الوقت ده من ديسمبر 2020 الاكسبرس انتري دي كانت اخر انفيتيشن علشان كان في ترافل ريستريكشنز محدش قادر يجي كندا، وقصاد الاكسبرس انتري فيدرال سكيل وركر كانت كانيه اكسبيرينس كلاس، شفنا ان في سحبات كتير حصلت والسكور نزل كتير، يمكن السكور العظيم اللي مع عمر ما حد شافه اللي هو 75 حاجه، يعني دي مش هتحصل تاني ما اعتقدش، والله اعلم يعني ما حدش عارف، بس احنا افتكرنا ان هي جلتش سيستم جلتش يعني. فقصاد ده انت الكلمه اللي انت قلتها الناس عامله زي اجوب ومأجوب بره مقفول عليهم بالظبط، مش متوقعين السكور هيعلى جدا مش عارفين لسه، بس دي كلها برضو توقعات. انا كنت اقول حاجه مش قانونيه بس عشان هو قاعد جنبي، فانا اصلا مش بحب اقول حاجه مش قانونيه، كنت اقول لكم ما هيحصل بس ما ينفعش اقول، فعشان كده قلت كده. طيب نزود السكور بتاعنا ازاي؟ خمس حاجات. اول حاجه لو انت حد منتصف اخر العشرينات منتصف الثلاثينات بكالوريوس او ماجستير بالكتير الافريج انجلش، هنلاقي السكور بتاعنا دايما بيتراوح من 360 لل 410 على حسب الكواليفيكيشنز، طبعا سنجل ماريد كل الحاجات دي بتختلف، فانا بحب ارتبهم بطريقه ثانيه، برتبهم بالطريقه من الاسهل والارخص للاطول والاغلى. حلو قوي، يلا بينا. طيب الاسهل والارخص، حسن الايلتس بتاعك او حسن الانجلش بتاعك رقم واحد. معلش مش سهل، انت زهقت، مكلف، بس صدقني تكلفته اقل من تكلفه حاجات تانية كتير بعد كده هنجي نتكلم عليها. الايلتس او الانجليش كل ما كان احسن، بنوصل لسي ال بي 9 اللي هو سواء في السلب 4 تسعات او في الايلتس 3 7 8 في الليسننج، ده بيدينا حاجه اسمها بونس بوينتس، بيدينا اكسترا بوينتس ترانسفيربيلتي سكيلز او ترانسفيربيلتي سكورز، ده 50 درجه يعني اعتبرهم بونس، انا بسهل على الناس ونقول بونس. انا خلوني البونس ده نطيت من 422 472 حاجه كده، فجالك انفيتيشن على طول. انا جات لي انفيتيشن لوحدي بس انا كنت عايز مع اسرتي، كان الاسره ساعتها كانوا 430، فانا كنت ساعتها اعلى بشويتين بس يعني ده 50 درجه كامله يعني. بالظبط. فانت دخلت الايلتس كام مره؟ 4. طيب لازم تدخل ايلتس كتير تجرب نفسك اول مره تاني مره. طيب لو انت الانجليش بتاعك كويس، ايه تاني حاجه؟ معلش الفرنش لو انت حضرتك بتتكلم فرنش بيدي اكسترا بوينتس، دلوقتي بقى بيدي اب تو 24 بوينتس، ده تعديل جديد حاصل لو انت بتتكلم افريج بي 2 اللي هو في امتحانين حاجه اسمها تي اف حاجه اسمها تي سي اف، التي اف اسهل من التي سي اف فممكن تجرب نفسك فيه. حلو، يبقى عايزين نعمل عليه حلقه ده، بس يعني في حصل تعديل ان هو الفرنش يبقى مساعد اكتر، يعني مساعد اكتر. التعديل ده تقريبا بقاله حوالي 6 شهور. انا ما فهمتوش صراحه عشان كده ما رضيتش اتكلم عليه. اوكي نتكلم عليه مره، نتكلم عليه مره بس ان شاء الله. الفرنش او بما ان كندا باي لانجوال كانتري بنتكلم انجلش وفرنش، فكون ان حضرتك او حضرتك بتتكلموا اللغتين ده بيساعد جدا. طيب طبعا اخواتنا اللي في المغرب العربي العكس هيبقى الفرنش عندهم احسن، المغرب والجزائر وتونس وهيبقى الانجليش، حاول تحسن الانجليش شويه. تمام، دي كده اول حاجه الايلتس، ثاني حاجه الفرنش، ثالث حاجه دول اسهل وارخص حاجه اللي هتبقى اكثر صعوبه شويه اكثر صعوبه سنه لو انت بكالوريوس خد دبلوم 1 year،
الحاجه الثانيه اللي هي ممكن تبقى اغلى شويه لو انت ما عندكش الامكانيات الماديه ان انت تدرس في كندا, اللي هي الدراسه بشكل عام, سواء ان هتدرس في بلدك الام او هتدرس في كندا. خلينا نبتدي بالارخص, ان انت تبتدي في بلدك الام. لو انت معاك بكالوريوس خد دبلومه سنه واحده, لو انت ممكن تاخد ماسترز ديجري اكيد هيبقى احسن, ده بيبقى عاده سنتين. تمام. طيب فده من الاسهل اللي هو اللانجوج للاكثر تكلفه شويه. طيب هننتقل بقى للتكلفة الأكتر اللي هي الدراسة في كندا. أوكي. لو حضرتك أو حضرتك عندك الإمكانيات المادية إن أنت تدرس في كندا, ده هيبقى أحسن بكتير. بيدي extra points إن أنت you have studied in Canada, وبيدي extra points إن أنت you have يعني credentials أعلى. فلو okay. معاك بكالوريوس متوقع إن أنت إما تدرس post graduate diploma أو ماجستير ماسترز ديجري. لو أنت معاك ماسترز most probably هيبقى PhD, ودي حاجة تانية مختلفة تماما لازم بعد كده نتكلم فيها. تمام. تكلفة الدراسة في كندا لو إحنا بنتكلم في أي حاجة بتديلك post work permit, مفيش أي حاجة في المدن الكبيرة, الثلاث مدن الكبيرة اللي هي مونتريال تورونتو وفانكوفر, أقل من 40,000 دولار. ده تكلفة الدراسة كبروجرام ولا كسنة؟ للبروجرام سنتين. سنتين. اوكي. ده أوكي. سنتين عادة. تمام. اي بروجرام سنتين عشان تاخد بوست جراد والتلات سنين الافرج 40,000 دولار, يعني لقيتها 35 لقيتها 40. أوكي. ما تقولش عمرو قال 40 يعني. تمام. انا بكلمك في الرينج ده. اوكي. فاكيد هتلاقي اكيد هتلاقي ان انت تذاكر ايلتس او تاخد فرنش ارخص واسرع من ان انت تقعد تدرس سنتين. اوكي. مظبوط. طيب. حلو. دي كده الدراسة. دي الدراسة. الحاجة التانية ان انت لو في الامكانية ان انت تجيب عقد عمل. عقد العمل بيضيف على حسب العقد العمل ده, لو هو NOC 0 AB ده بيضيف up to 50 نقطة لو هو NOC 0 AB. ولو NOC 00 يعني executive يعني director او حد executive position بيدي لك 200 نقطة. اوكي. فده عقد العمل. ازاي تلاقي عقد عمل ده موضوع تاني كبير جدا. هنتكلم عليه حلقه ثانيه. بس احنا بنتكلم في النقاط اللي انت تقدر تزود بيها. بس انا عندي حاجه, انا كإميجريشن كونسلتنت انا مش ريكروتمنت, فحكم ما يقدرش يجيب لك عقد عمل. انا ما اقدرش اجيب لك عقد عمل. والله ما اقدرش. انا لو اقدر اجيب هجيب والله, بس ما اقدرش. احنا معناش ريكروتمنت لايسنس, ما ينفعش تعين ناس من خارج كندا الا لما يكون معاك ريكروتمنت لايسنس. تعمل ايه وتسجل فين, ده حلقه ثانيه اكيد انت كنت هتتكلم عنها ان شاء الله. اوكي. فاضل كده إن فاضل حاجه ثانيه ولا هم دول كده بس؟ اخر حاجه وبرده دي تبقى حاجه ممكن ثيوريتيكال شويه, بس قبل ما تقولها يا عمر, بس بفكر الناس اللي موجوده بالمسابقه اللي احنا عاملينها وقيمتها حوالي 100 دولار مهداه من المكتب بتاع عمرو سيما للناس اللي هم موجودين عندنا عن طريق ان هم بيشتركوا بالمسابقه اللي اتكلمت عليها في اول الفيديو. ارجع لاول الفيديو او الفيديوهات اللي سابقه, وما تنساش تشترك في القناه اللي انت فيها حالا يعني برضو عشان ما تبقاش ترجع في حته ثانيه. اوكي. اخر حاجه يا عمرو اتفضل. او اخر حاجه بقى اللي هي province nomination. اوكي. province nomination لو انت جالك nomination من province ده 600 points. 600 points ده يعني you are invited to apply, هيجي لك ال PR application. طيب هيبقى السؤال التاني, طب انا ازاي اسجل في بروفنس وايه البروفنس احسن بروفنس وايه ده موضوع تاني خالص. بس احنا بنتكلم بشكل عام ايه الخطوات اللي تعملها عشان تحصل على الكلام ده. اتكلمنا على ايه عمرو كده؟ اول حاجه اللانجوج والانجلش والفرنش. اتكلمنا على الدراسه في البلد. الدراسه في البلد. الدراسه في كندا. الدراسه في كندا. عقد العمل. عقد العمل والبروفنس نومينيشن. خمس حاجات المفروض. دول ست حاجات. اوكي. انا عشان الدراسه اللغه بس حسبتها مره واحده. فدول ست حاجات المفروض يحسنوا لك الدرجات بتاعتك بتاعه الانفيتيشن تو ابلاي. واخر حاجه عمرو بالنسبه سؤال عايز اساله مهم, هل في ميعاد ان الاكسبرس انتري تفتح تاني ولا لا عشان الناس تبدا الاكسبرس انتري فاتحه؟ قصدك الفيدرال سكيلد وركر اف اس دبليو فاتحه ولا انفيتيشنز؟ طيب محدش عارف ميعاد محدد. تمام. بس للاطار العام او في الانفايرمنت اللي احنا شايفينه بشكل عام. اوكي. الترافل ريستريكشنز بتلوزن. تمام. بعد 1/7 بكره كندا داي او في كندا داي 1/7 ان شاء الله. متوقع ما بين 7 ل 9 هنشوف تغييرات ان شاء الله في فتح البوردرز مع امريكا, ده هيفرق كتير. الكوارنتين دلوقتي ما بقاش فيه كوارنتين للفولي فاكسينيتد بيبل. اوكي. فده كله هيأثر. متوقع ان احنا نشوف في خلال الشهرين الجايين اي انفيتيشن هتطلع للاكسبرس انتري في السكيل وورك. تمام. ممتاز. حلو جدا. اعتقد ده كده بريفلي الحاجات اللي احنا كنا عايزين نتكلم عليها على الست حاجات اللي ممكن تحسن الدرجه بتاعه السي ار اس نمبر بتاعك, واتمنى يكون حاجات مفيده بالنسبه لكم. وان شاء الله نشوفكم على خير تاني فيديو جديد كده في حاجه جديده مع عمرو شحاته.
وما تنسوش المسابقه وما تنسوش تشتركوا في القناه وتشاروا الكلام ده مع اصحابكم. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا يا عمر مره ثانيه.